استني وشوفي يا فيديكا أجروال، وهلأ إجا الوقت لبداية نهايتك. إذا ما رح تقدر تكون لإلي، أنت ما رح تكون لأي حدا تاني. رح يصير في احتفال بس من نوع تاني، متأكد كلكن رح تتذكروا هالشي. من اليوم ورايح أنت رح تشتغل مشاني لوحدي، تتظاهر إنك ساهي. رجع ساهي لأجروال ورح يرجع كل شي. طلبي منه هلأ إنه يحط صبغة الزواج على جبينك، إنه هذا بيكون ساهي لأجروال. عندما التقينا، الجزء الثاني، من السبت إلى الخميس 7:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.